رحلته كانت بين هونغ كونغ ولوس أنجلوس، وعندما حدث عطل في الطائرة هبطت اضطراريا أيضا في ألاسكا بدلا من جزر هاواي. رحلة ثالثة تابعة للخطوط الجوية القطرية، خرجت من الدوحة في طريقها إلى مدينة شيكاغو الأمريكية، وعندما أصيب أحد الركاب بحالة تسمم اضطرت الطائرة للهبوط اضطراريا. هل يمكنك تخمين أين هبطت؟ منطقيا يمكن الهبوط في مصر أو تونس، فهما على مسار الطائرة، ولكن الواقع أن الطائرة هبطت بغرابة في مطار موسكو البعيد جدا عن مسارها حسب الخريطة الكروية للأرض. ولكن على خريطة الأرض المسطحة يكون الهبوط منطقيا في موسكو. أما الرحلات العادية فإن مسار الطائرة أيضا يتخذ أنماطا غير منطقية على الإطلاق على خريطة الكرة الأرضية، بيد أنه يصبح منطقيا جدا إن كانت الأرض مسطحة، خاصة الرحلات في النصف الجنوبي للكرة الأرضية. فالرحلة من جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا إلى سيتانغو بتشيلي هي رحلة من المفترض أن تستغرق 12 ساعة على خط مستقيم، ولكن بدلا عن ذلك فإن الطائرة تتجه إلى السنغال وتهبط بها لتتزود بالوقود، ثم تستكمل إلى تشيلي لتسجل رحلة مدتها 19 ساعة. وهذا مسار عبثي على خريطة الكرة الأرضية، ولكن على خريطة الأرض المسطحة منطقي جداً.